بسم الله وعلى بركة الله، نجدد بكم التحية والترحيب من هذه الانطلاقات السلسة والمميزة في صباح هذا اليوم. ينطلق حضورنا الكريم ومشاهدينا الأعزاء، ينطلق الشوط السادس المخصص للقعدان الحقايق، ومن على أرضية ميدان البصير نبدأ حضورنا الكريم ومشاهدينا الأعزاء مع المركز الأول ومع الصدارة. لازم مبارك بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري من يقدم لنا لازم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني المراكز هنا جلمود بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري مع المركز الثاني، لكي يقدم لنا جلمود مع المركز الثاني. ثالث المراكز يصل في هذه اللحظات بحر محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي، بينما المركز الرابع رابع المراكز يصل العابر راكان بن علي بن مسعود بن علي المجدور المري. خامس المراكز من تدخل في هذه اللحظات هنا صايب سعود بن عبد العزيز بن سالم المري، من يقدم لنا صايب محتلا للمركز الخامس. نعود حضورنا الكريم، نعود والعود أحمد نحو الانطلاقة لونا ونحو المركز الأول. لازم مع المركز الأول ومع الصدارة. مبارك بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري مقدما لنا لازم ومحتلا للمركز الأول. ثاني المراكز بحر محمد بن زعل بن سيف بن دايل النعيمي. ثالث المراكز هنا جلمود بريك بن طالب بن هادي بن هليل المري يقدم لنا جلمود مع المركز الثالث. رابع المراكز هناك من وصل في هذه اللحظات صايب سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري يقدم لنا صايب مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس خامس المراكز الطاير حمد بن مسفر بن علي آل مخاضوبية المري مع المركز الخامس. لكن نعود والعود أحمد، نعود مع المركز الأول ومع الصدارة. لازم محتلا للمركز الأول مع المركز الأول ومع الصدارة، وحاملا لرقم واحد وهو مسيطر على رقم واحد بن قطيان المري، من يقدم لنا لازم مع المركز الأول. مبارك بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا المسرح، على هذا المسرح وعلى هذا الأداء التلقائي. لكن المركز الثاني ثاني المراكز صايب سعود بن عبد العزيز المري. ثالث المراكز بن هليل يقدم لنا جلمود. رابع المراكز هناك طاير بن مخاضوبية، هنا المخاضوبية يقدم لنا الطاير. خامس المراكز سياف مع الخيارين، لكن حد شاف لي لازم مع المركز الأول مع الصدارة، مع المركز الأول ومع 700 متر عبر مع المركز الأول. لكن لازم مع المركز الأول ومع الصدارة بن قطيان المري. مبارك بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري. ثاني المراكز هناك صايب مع المركز الثاني سعود بن عبد العزيز بن سالم المري. لكن لازم مع المركز الأول يا بن قطيان
هنا صايب قادم صايب قادم مع المركز الثاني، لكن لازم لازم بنك طيان لازم بنك طيان مع المركز الاول مع الصداره والمية متر النهائيه، لازم 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 لازم. تهانينا والناموس لمبارك بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. ثاني المراكز، ثاني المراكز وصل صايب سعود بن عبد العزيز بن سالم المري ثاني المراكز او ثالث المراكز عفوا. وصل في هذه اللحظات طاير حمد بن مسفر بن علي مخضوبيه المري رابع المراكز، رابع المراكز متعب علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق خامس المراكز، خامس المراكز وصل عابر راكان بن علي بن مسعود المجدور. تهانينا والناموس لمالك لازم مبارك بن سعيد بن عبيد بن قطيان المري قاطعاً عن مسافة الأربعة كيلومترات خمس دقائق 58 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.